وصلنا الى حصاد الاسبوع. يسعدني النهارده يكون معانا اتنين من اللعيبه الكبار جدا، كابتن مصر طبعا والنادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم. مساء النور يا ابو كباتن. مساء الخير يا جنرال، طبعا مبسوط مع حضرتك طبعا. يا اهلا وسهلا. وكابتن مصر ونادي الزمالك كابتن احمد مجدي. مساء النور يا ابو كباتن. مساء النور يا ابو كباتن، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. ربنا يخليك. انتوا لعبتوا قدام بعض قبل كده هنا؟ لا هنا ما تقابلتوش خالص. وانت يعني جيت كذا مره، يعني كذا مره. هسالك بقى في الجزء الجاي وانت برضو هسالك الجزء الجاي، لكن احنا دلوقتي في يعني شرح فيما يتعلق بالدوري العام. تمام، ودينا الى التقرير وبعدين نرجع ندردش مع الكباتن. نبدا بمباراه الاهلي ومصر المقاصه، وبالتالي نجي لك كابتن احمد. يعني الاهلي قد حقق الفوز والثلاثه نقاط، ولكن لم يكن المستوى وفقا لاراء الدنيا كلها. من وجهه نظرك ايه الاسباب؟ والله كانت فتحت اسباب كبيره جدا، يعني اسباب كتير جدا متنوعه في كذا شق، يعني شق فني وشق طبعا تنظيمي موجود جوه الفرقه كمهمات المدير الفني، اللي هو اداء اول حاجه عنده، اول حاجه عنده تطوير اداء اللعيبه اللي هو اللي بنشتغل عليه، او ممرور اللي هو بتاع الاتحاد السكندري، اللي هم النوعيه اللي هي المحطه، القوه، السرعه، اللي بيقدر يخلق لك اقل حاجه من اقل حاجه اهداف. طيب سؤال كده سريع اخير قبل ما اقفل الصفحه دي. سواريش لعب مع الاهلي 7 مباريات، هل شعرت باي بصمات على اداء النادي الاهلي من خلال سواريش؟ اعتقد صعب، صعب جدا كمان. انت النهارده برضو خلي بالك، حط في دماغك كابتن مدحت ان اللعيبه دي هي اللي خدت البطولات من قريب. بالزبط. يعني مش انا برضو مش عاوز اطلب من اللعيبه، لان انا من وجهه نظري اللعيبه لو اشتغلت شغل كويس، شغل التدريب كويس وشغل تكتيكي كويس، هيرجعوا نفس الحاله بتاعتهم او الاحسن. لكن في الاخر سواريش جاي ما مسكش قبل كده في افريقيا، او لسه جاي على الدوري المصري، كل 3 ايام ماتش. النهارده مثلا الماتش اللي فات عمل استشفاء تاني يوم، هيعمل استشفاء امبارح وهيلعب بكره او بعد بكره حاجه. فانت النهارده ما عندوش اصلا وقت ان هو يمرن اللعيبه او يشتغل معاهم، اخره هيشتغل على الجزء الذهني والتحفيزي، وفي نفس الوقت فيديوهات، جزء تحليل الفيديوهات، او مثلا عاوز احط فكره صغيره احطها بالفيديو، لكن في الملعب هبقى مروع مستعد ان هو يشتغل. فانا من وجهه نظري ان الراجل ده، يعني انا سمعت كلام كمان بيقول ان لو ما خدش الدوري ممكن يمشي في اخر السنه، يبقى احنا بنهزر، لان انت راجل جايبه عشان يطور لك اللعيبه ويشتغل معاهم شغل فني. النهارده مش هيظهر الكلام ده غير فتره اعداد، غير كده كل 3 ايام ماتش يبقى انت بتضحك على نفسك. لكن ممكن التقييم بتاعه يبقى شخصيته عامله ازاي مع اللعيبه، في الانضباط بتاع اللعيبه نفسه في اوضه اللبس وبره اوضه اللبس، الحاجات دي كلها بتفرق كمدرب انت عامل ازاي. أيوة طبعًا. لكن فنيا مش عارف احط التاتش بتاعه طبعا. جميل. طيب نروح نشوف الكابتن عيد مرازي المدير الفني لمصر المقاصه قال ايه. مصر المقاصه كبير جدا، ما ينقصوش غير الامكانيات، وان شاء الله الحاج وليد يوفر الامكانيات ان شاء الله الفتره الجايه ويقدر النادي يرجع بشكل كويس. لكن زي ما انت بتتكلم احنا عندنا لعيبه صغيره كتير، لو ما كسبناش يبقى احنا كسبنا لعيبه في الملعب، هو ده المهم الفتره اللي احنا بنشتغل عليها. معانا لعيبه كبار، دكه النهارده بتاعتنا كان اول مره مصر المقاصه يبقى عندها لعيبه خبرات قاعده على الدكه، وده شيء مهم جدا جدا. اللعيبه اللي بتلعب حاسه ان في لعيبه كبار قاعده على الدكه، فالنهارده في روح كبيره جدا جدا في الملعب. اللعيبه بتلعب النادي الاهلي، بنضغط، بنروح، بنستحوذ، بنلعب في الثلث الدفاعي، النادي الاهلي برضو بيلعب في الثلث الدفاعي بتاعه. كان عندنا امل كبير ان احنا، يعني مش عايز اقول لك ان احنا كنا نتامل ان احنا ناخد 3 نقاط، ما خدناش 3 نقاط يبقى نطلع بالتعادل. لكن بضلك بقى للحكم، انا ما شفتش الحالات وهو ما رجعش الحاجه يعني، لكن انا ما بتكلمش على التحكيم، ما بتكلمش على الكلام ده كله، بسيب المختصين هم اللي بيتكلموا في الاستوديو طبعا. وطبعا انا بشكر لعيبتي وبازل. نروح لمباراه بيراميدز والبنك الاهلي. ابدا معاك المباراه دي يا كابتن احمد. يعني بيراميدز طبعا اديله 3 سنين مركز ثالث، يعني هو موجود دوما في الصوره السنه دي. هل يعني من خلال هذه المباراه والمباراه اللي انت شفتها له، يعني رايك في اداء بيراميدز وتطور الاداء؟ والله يا كابتن يمكن عنده جونين وكان منتخبات، فانت بتتكلم محظوظ، عندك سكواد كبير جدا بيشتغل بشكل كويس جدا، لعيبه عندها شخصيه، اتحطت في لعبه منتخب مصر، اتحطت في ضغوط بشكل كبير جدا. فالفتره دي هم عندهم الحافز اللي هم عايزين ياخدوا بطوله. صحيح. فانا شايف الموضوع في ظل الاهلي والزمالك الموضوع صعب شويه. يعني هو 3 سنين بينافس ولكن لم يصل الى مركز اول او ثاني. السنه دي هو بيامل ان هو يفوز على الزمالك يوم الاثنين الجاي وينتظر كبوه ما. خلي بالك ماتش هيبقى صعب جدا، ما كانش بيخسروا النقط دي.
الدوري ما كانش يخسر النقط دي. دي حقيقة. انت بتشجع الفرق اللي جايه من تحت، لو بتكسب ماتشين ثلاثه ورا بعض. النهارده الاسماعيلي كسب ماتشين في ثلاث ماتشات بقى فوق عدى بالظبط، راح المركز ال 13 بالظبط. فالاهلي والزمالك ما كانوش بيخسروا، او بالاداء الزمالك كان عنده مشاكل في موضوع السكواد بتاعه، والاهلي بيخسر ماتشات، فاوريدي مدي الحافز كمان لبيراميدز ان هو لو كسب ماتشات ورا بعض وحد منهم وقع يقدر يعدي ويخش. ما هو ده كابتن اللي انا بتكلم فيه، اللي هو انا بنتكلم فيه بيراميدز السنه دي مختلف عشان الاهلي والزمالك مش هم نفس الاهلي والزمالك. الاهلي مجهد ومجهد واصابات كبيره جدا في عشان بيلعب طول افريقيا وبطولات الفتره اللي فاتت كلها، والزمالك عشان عدم اللي هو فتره الانتقالات في الاونه الاخيره بقوه. طبعا طبعا حقيقة. طبعا طيب نروح نشوف المدير الرياضي لبيراميدز. كان باين التعب، انت بتلعب ماتش كبير زي الاسماعيلي من يومين، انت يومين بالظبط يعني يومين ولعبت الثالث، فطبعا الموضوع وقبل الاهلي، بس الاهلي بعد الاهلي انت خدت شويه وقت راحه يعني، بعد الاهلي انت ريحت شويه فعرفت تلعب الاسماعيلي وانت مريح، لكن الاسماعيلي انت لسه لعبه من يومين، فطبعا الموضوع مرهق مرهق جدا، وده كان باين طبعا من بعض اللعيبه. بس في الاخر انت لما بيبقى عندك فرقه كبيره انت المفروض حتى وانت تعبان حتى وانت وحش احنا مش وحشين بس احنا تعبانين، بس بتعرف ازاي تطلع من اللي انت عايزه من الماتش، وده اللي طبعا بالنسبه لنا كلنا بنتمناها. وفي الاخر انت بتقرب خلاص، انت كل يوم انت بتلعب ماتش بتحس ان الدنيا الماتشات بتقل وبتقرب لحاجه معينه، فكان باين يعني كان باين طبعا الاصرار بتاع اللعيبه ان انت لازم عايز تكسب. روح كابتن ابو مسلم لمباراه النهارده اللي كلنا شفناها، الزمالك وفيوتشر. طبعا فيوتشر كان نفسه ان هو يحقق نتيجه ايجابيه عشان يؤكد المركز الرابع، لان طلع الجيش بقى ورا منه على طول. وجهه نظرك في هذه المباراه بشكل عام؟ هو كابتن الماتش النهارده كان نوعا ما كان متوسط المستوى اللي جينا نتكلم عليه، 21 سنه حاجه دي جرأه فيريرا الحقيقه. هو خلي بالك برده عنده جرأه غير وقفوا معاه كمان اللعيبه كمان وقفوا مع المدرب. هو كابتن مجدي برده النهارده لسه قايل النهارده تصريح، قال لك اللعيب الاحتياطي ده بالنسبه لي زي البطيخه يا اما قرع يا اما مظبوط. هو فيريرا قال كده فانت في الاخر ممكن نزل لعيب ما يوقفش معايا تلاقيه مثلا تلاقيه غلط غلطات كبيره جدا، لكن الولد هو ونيمار مثلا وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه واقفين على رجلهم كويس جدا 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 ما شاء الله، وخدوا الفرصه ومسكوا فيها. فانت النهارده في الاخر ضغطت كمان على اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره دي لو انت النهارده ما بقاش قوي في الملعب وقادر تديني هتحط واحد مكانك خلاص خلصت. طيب ناخد اخر حاجه عندنا ايسترن كمباني والمصري، وهي مفاجاه. ابتدي معاك انت كابتن مجدي هذه المباراة، وبرضو رأيك في إيسترن كمباني اللي كل مرة بيفاجئنا كابتن علاء عبد العال ما شاء الله، وعمل مجموعة نقاط نط بيها للنقطة 24. ماذا يفعل يعني إيسترن كمباني؟ أنا شايف إن هو لفترة كبيرة مش كويس. احنا جينا نتكلم كابتن مدحت الفترة ديت هو في صراع بين القمة وبين القاع، جينا نتكلم هو قاع الجدول يعني. أنا شايف كابتن علاء عبد العال الفترة اللي فاتت من أكتر المدربين المميزين في الدوري، بيعرف يلم نقط قوي قوي. جينا نتكلم يا كابتن، انا شايف حتى التكتيك بتاعه او الشغل من ساعه تاني ماتش، من ساعه ما مسك ابتدى يشتغل شويه، بس الناس مش فاهمه الشغل بتاعه، اللعيبه بتاعته مش فاهمه مش متعوده. يعني النوعيه الموجوده كابتن، هو كان في اتحاد الشرطه بيعمل شكل معين لما راح انبي ابتدى يعمل شكل معين على الخدمات العامه، نفس الوقت نفس الكلام في الداخليه. فهو لما ابتدى يشتغل عليهم، هم لما خدوا فتره التوقف اللي كانت موجوده دي ابتدى يشتغل بشكل مميز عليهم. ابتدى يستفاد، زي ما نتكلم مع احمد متعب ده، محمد نصر مودي موجود برضك، ابتدى يستفاد مثلا بالترابولسي الموجود، ولد اسمه اوفا بس مصاب اوفا طبعا، وعنده كابتن احمد الترابولسي درجه الاسمر نص ملعب اللي هو الرنجيبي ده جامد جدا. عنده مثلا جري ورا، عنده ثبات في التشكيل ورا، احمد جوده كان موجود لعيب مميز لعب كتير. فهو عنده خامه لعيبه مميزه. بس قدر الفتره اللي فاتت ابتدى يشتغل بشكل مميز جدا. هو كابتن علاء بيعمل حاجه مميزه جدا، بيقفل الملعب بشكل كويس، بيعمل ترحيل بشكل مميز، بيعمل حاجه اللي هي الهجمات المرتده في اسرع وقت جدا. حتى الهدف اللي جاي، حتى لو تشوفوا الراجل التمركز بتاعهم صح، النادي المصري المسباص عمل غلط، الراجل خد الكره راح عمل جاب جون بسهوله جدا. واحمد متعب كمان شخصيه اللي هو اي حد ممكن يخش يحط بقوه. لا الراجل هادي وعنده ثقه بنفسه، حتى تشيب ما حدش يحط الا لما يكون واقف على رجله صح. ايوه طبعا، يعني عنده القوه البدنيه بشكل مميز جدا. عنده ثقه في نفسه فحط الكوره بشكل مميز. فكابتن علاء انا شايف اللي هو عمل فرقه مميزه جدا، يعمل مفاجاه طبعا يا كابتن. انا يقدر يعمل مفاجاه، يقدر يعمل مفاجاه. وخلي بالك كابتن علاء في المنتشر الكبيره بيعمل شكل كويس. دلوقتي احنا طبعا على موعد بقى من المعلومات العظيمه اللي عند الكباتن، هنستمتع بقى بفيض غزير من المعلومات، ولكن بعد الفاصل. جاهزين يا كباتن؟ ان شاء الله جاهزين. لعبت كم ماتش قبل كده؟ اربع مرات. سبت كام؟ مش عاوز اقول. هتحسد؟ لا هتحسد. ايه بقى؟ اربعه. لا والنبي سبت الاربعه؟ فاكر كسبت مين؟ محمود عبد الحكيم وابو العلا وجوده، ده اللي فاكرهم. والرابع مش فاكره. مش فاكر. طيب
وانت ابو كباتن اربعه كده لعبت برضو اربعه اه كسبت كام؟ كسبت ثلاثه بجد بس انا كسبت تقال اه انا كسبت رصيد حرب جمال حمزه اوه ووليد عبد اللطيف اوكي و و وخسرت مولى اباني اه بس الثالث بقى مش عارف هو مين انت كسبته كسبته اه اوكي يعني انت كسبت ثلاث مرات من اربعه آه. وانت كسبت اربعه من اربعه الحمد لله اذا لو كسبت النهارده يبقى اربعه اربعه اذا انت اللي كسبت يبقى خمسه ثلاث ماشي تمام تمام جاهزين؟ جاهزين يا يلا يا احمد دي سباحه توقيعيه السؤال كم عدد حكام السباحه التوقيعيه؟ لو ما فيش اجابه ندي اختيارات صعبه دي صعبة اه كابتن برغم انها لعبة جميلة قوي جميلة السباحة الفراشات في المية كده البنات اللطاف دول وبيعملوا مناظر حلوة قوي ده كابتن ايه فراشة في المية اه فراشة ما اعرفش اقول ما اعرفش اقول طيب انت كنت عارف المعلومة دي اه طبعا كابتن اه لا كده بقولها طيب هل هم ثلاثة ولا خمسة ولا ستة؟ اتفضل خمسة كابتن خمسة حكم واربعة اربعة برافو عليك بدايتها كده ماشي جت كده لا كابتن انا عارف طبعا سباح انا عارف ايه انت كنت قلت كبير قلت هم خمسة فعلا حكم واربعة مساعدة ايوه اوكي يبقى اول نقطة للكابتن احمد ابو مسلم اللي بعد السؤال ده الحقيقة صعب شوية السؤال في اي الاعوام حدث اول تعادل سلبي في نهائي كاس عالم اول تعادل سلبي في نهائي كاس عالم كان سنه كام ادي اختياراتي تاني تمام يا كابتن تمام هل سنه 1990 1994 1998 اتفضل تقريبا 94 تقريبا 94 تقريبا ايطاليا والبرازيل ايطاليا والبرازيل وايطاليا البرازيل اللي كسبت بضربات الترجيح اه تقريبا اه انا اعتقد يعني يا سلام برافو عليك عارف مين اللي ضيع ضربه الجزاء فاكر تمام باجيو تقريبا اه روبرتو باجيو برافو عليك السما حطها في برافو عليك حطها عالي برافو عليك لا استاذ كان في امريكا اه لا واضح المستوى جامد من اولها جامد جدا 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 اللي بعده نظر نحب نجيبها قبل النوم كده بتبقى حاجه لطيفه قبل الاعصاب عشان نحلم بيها نهدي الاعصاب شويه اه ده طبعا هيكل عظمي السؤال ما هي أطول عظمة في جسم الإنسان؟ أطول عظمة في جسم الإنسان ممكن أديكوا ثلاث اختيارات ثلاث اختيارات هل هي عظمة الساق الساق اللي هي قصبة الرجل دي ولا عظمة الفخذ ولا عظمة الساعد؟ اتفضل الفخذ يا كابتن صح عظمه الفخذ صح برافو عليك لسه هضرب انت كنت هتدوس بس هو كان اسرع منك انا سبرنت اسرع كنت هدوس في الفخذ بعد ما قلت على طول بس قلت اسمع الاخير اه على فكره وانا بقول الاختيارات لو انت صادفك اختيار واحد او اتنين دوس مش لازم تستنى لما اخلص يعني اوكي تمام اذا كنت متاكد من المعلومه طيب بقينا كده اتنين واحد اللي بعد من بحر وبنحبوه ازاي نقدروا ايه ننسوه شبكين الجمالات وشبكنا طيب السؤال ما هو اكبر او اضخم حيوان بحري حجما عبر التاريخ اضخم حيوان بحري عبر التاريخ هل هو انت عايز تدوس لا لا ده حاطط نفسه بس ماشي الحوت الازرق الدولفين اليرموك اتفضل الحوت الازرق الحوت الازرق برافو عليك انت سريع كده سريع انا كنت متاكد منها بس حاطط ايدك على البار بسمع الاخر بس بسمع الاخر لا اصل الحوت الازرق ده كابتن فاكرها عشان في فيلم اتعمل هنا في مصر الحوت الازرق انت بتدوس بايدك اليمين بالرغم ان عارف انت اشول انت اشول اشول للرجل بس اتعودت وانا صغير الحاج يعني كان اللي بكتب اليمين وباكل لا والله يعني الرجل شمال شمال بس العكس والايد يمين وانت برضو اشول اشول بس ايدي مين برضو برضو اوكي عشان الشول دايما الشول طبعا انا وانا صغير كنت بكتب بالشمال لو بعمل حاجه بالشمال بس جت فتره معينه كان بقى خلاص قال لي لا سيب اليد دي وخلاص لازم تاكل بتجي تكتب بدي وتاكل بدي والكلام ده كله يعني تشوط بالشمال وتاكل باليمين طيب بقينا كده ثلاثة واحد على الشاشه ده وريه لنا تاني يا احمد
بصوا عليه كويس. ايوه. على الشاشه ده حمار. حمار. لا هو مش حمار. لا هو ده بغل. ده بغل. بغل. هو ده مش السؤال طبعا. ده بغل. دي حقيقه. طيب. احنا طبعا صوت الاسد زئير. ايوه. القطه مواء. مثلا عندنا البومه نعيق. ايوه. ماذا يطلق على صوت البغل؟ هو صعب جدا وانا شخصيا طبعا لو ما قريتوش بعيني عمري ما هعرف. ايوه. عمري ولا اي معلومه من دول هعرفها بيدوية يعني. ايوه. طيب ادي اختيارات. اختيارات صوت الايه؟ البغل. طيب. هل هو شحيق ولا شجيج ولا شفيق؟ شجيج. الثانيه. الثانيه اللي هي ايه؟ شجيج. لا اعملها كده. هي ايه بقى؟ شجيج. شجيج صح ولا ايه؟ ده مش مظبوط. يتبقى شحيق وشفيق. قلت صح هتاخد درجه، قلت غلط هشيل منك درجه. كان عندي حاجه درجة. عندك دلوقتي انت كده مش واحد 3-1. لا هتبقى صفر. اوكي فاضل لك ايه؟ شحيق وشفيق. دوس. اتفضل. الاولى اللي هي ايه؟ شحيق. شحيق. برافو عليك. برافو عليك. بقينا كده 2-3. اللي بعده. طيب احنا طبعا بنجيب الاغنيه يكون فيها اي كلمه مرتبطه بالسؤال، فهو بيتكلم هنا عبد الحليم عن النار. السؤال: ماذا يحدث اذا احيط العقرب بالنار؟ هديكوا 3 اختيارات. يحصل ايه لو العقرب لقى نفسه حواليه نار؟ يا حبيبي. طيب اجهز بقى المره دي بايدك، بايدك الشمال يمكن احسن بقى المره الثانيه. اوكي. هل يلسع نفسه ويخلص من حياته ويموت، ولا يقفز لاعلى ويهرب، ولا يحفر حفره ويختبئ فيها في وسط النار؟ اتفضل. بيحفر حفره ويختبئ. يحفر حفره ويختبئ بها. ده مش مظبوط. يتبقى اختيارين. جاوبت صح هتبقى 3 زيه. يلسع نفسه ويموت. جاوبت غلط هتنزل درجه. فاضل لك يلسع نفسه ويموت ينتحر يعني، او يقفز لاعلى ويهرب. يلسع نفسه ويموت قبل ما يقول اي هيموت. ولا يقفز لاعلى ويهرب. دوس. هو يعني هنتكلم بالمنطق. التانية. بالمنطق التانية اللي هي ايه؟ اللي هو يقفز ويجري. يقفز لاعلى ويهرب. ده مش مظبوط. هو ينسى نفسه. هو ينسى نفسه وايه؟ ويموت ينتحر يعني. كده الكابتن احمد مجدي هيرجع للنقطة. ما هو جاوب غلط برضه. لا ما هو جاوب غلط في وسط 3 اختيارات. في الأول قلت اختيارات. أنت بقى عندك اختيارين ففرصتك بقت عظيمة. لا لا لا. وإلا كل واحد هيستنى إن التاني الأول يجاوب وبعدين يبقى عنده فرصة أقوى يعني. يلسع نفسه. كده 3-1. يلسع نفسه لازم يموت نفسه. هو مش منطق برضه. هو مش منطق إن هو يلسع نفسه. هو يقفز ماشي. بس يطلع كده ازاي؟ ايوه انا قلت يعني انت قلت انت قلت انت كده كابتن يعمل حفره وينزل فيها. دي اسهل حاجه يعني. على فكره انا سمعتك ما بينك وبين نفسك بتقول يلسع نفسه. انا سمعتك بتقول كلمه يلسع. ولا في الاول كده بس. بس ما دوستش. هو قال لك لا يا كابتن رحت في سكه. هو قال المنطق بتاع لك لا هو ينط ويجري. ينط ويجري. انا قلت برضك هو يعمل حفره وينزل تحت قاعد ممكن. لكن ينط ويجري دي صعبه. لا يعني واللي يلسع نفسه اللي فيها منطق. ما هو ما عندوش منطق. طيب ولا انت عندك منطق. هو ما عندوش. طيب بقينا 1-3. اللي بعده. اغنيه حلوه حلاوه. ها ايه الجمال؟ تيجي نسمعها تاني؟ نسمع. لذيذه جدا. سمعنا تاني يا احمد دي جميله قوي. سمعها. هو احنا جايبين الاغنيه دي عشان عيون حبيبي. طيب كائن له 5 عيون. هل هو كائن له 5 عيون؟ اجهز بقى. ماشي. طيب هل هو النحل، العنكبوت، سمك القرش؟ اتفضل. اكيد عنكبوت.
مش تقول لي اكيد انت أيوه بتسالني يعني لا عنكبوت ان شاء الله ولا بتجاوب لا ثانيه واحده ثانيه واحده على بيه براحتك هو غلط بقى خلاص هو ايه ومين قالك انه غلط لا ثانيه واحده هو بيقول ايه اكيد كذا بس هو ما داس لما داس اديني اجابتك ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط انا بقول النحل العنكبوت سمك القرش له خمسه عيون النحل العنكبوت سمك القرش اتفضل انت دوست لازم تدوس بتقول بسرعه العنكبوت العنكبوت ده مش مظبوط القرش طيب يتبقى ما تقولش بقى حاجه يتبقى النحل وسمك القرش جاوبت هتبقى اربع درجات غلطت هتبقى درجتين انت درجتين مش كده لا هو درجه انت درجه هتبقى 2-1 ايوه او 4-1 حلو فاضل لك ايه هو قال عنكبوت ايوه فاضل لك النحل وسمك القرش اتفضل دوس اتفضل اقولها بقى ربنا يديها وخلاص ونصيبك بقى النحله النحل برافو عليك انا اتحسدت هو كابتن عنده حاجه كابتن مدحت الاغنيه اللي اتقالت ديت اللي هي بتاعت الثلاث الوان اللي خدهم اللي هي بتاعت الصفرفر دول الوان الاشاره انا كنت اتوقع السؤال يجي كده هو احمر واخضر واصفر اوكي فانا افتكرت برضك قلت ممكن حضرتك هتجيب لنا السؤال في كده انت عارف ان اشاره المرور دي السبب في دخول الكروت الحمراء والصفراء الملاعب ايوه لغايه كاس العالم مكسيك 70 ما كانش بيستخدم الكروت الصفراء والحمراء في حكم انجليزي كان راكب عربيته في انجلترا في لندن وماشي فوقف في الاشاره فلقى الاشاره احمر وقف اما لقى اصفر استعد اخضر عدى فجات له فكره وقدمها للاتحاد الانجليزي ما نعمل كارت احمر يعني اقف عندك بقى او كارت اصفر يعني انا بنزلك هنا كارت اصفر في المرور يعني استعد عشان تمشي كده يعني وجات منها ال طيب انا ما جات لي انا قلت الفكرة. السؤال هيبقى كده فعشان كده فكرت فيها طيب بقينا كده 4-1 السؤال اللي جاي لذيذ جدا اتفضل يا احمد راكبين هم ايه عجله اللي هي الدراجه الهوائيه السؤال من الذي وضع اول تصور لشكل الدراجه الهوائيه يعني مين اول واحد عمل التصور بينتنج كده يعني ها رسم يعني بالظبط كده الدراجه الهوائيه هذه ثلاث اختيارات هل هو الايطالي ليوناردو دافنشي ولا الانجليزي سير ديفيد بايسكل ولا الالماني هيرزوج بسكليت اتفضل اختار ثاني باسكت الباسكت الثاني اختار الثاني الانجليزي سير ديفيد بايسكل جايبها من بايسكل اللي هي الدراجه الهوائيه اللي هي الفيلو بالفرنساوي اللي هي البلو الفيلو الايه الفيلو انت فرنساوي عشان تروح تلعب في فرنسا اذا هو الانجليزي سير ديفيد بايسكل ده مش مظبوط اوبا طبعا انت بعد الشرح ده كله وانا اخدت ايوه الواد خلاص هيتبقى اختيارين هم امشي بقى جاوبت صح عشان اخد درجه على الدرجه هيبقوا اروح فين تاني جاوبت غلط هتشيل منك الدرجه اللي عندك اوكي حضرتك فاضل لك الايطالي ليوناردو دافنشي والالماني هيرزوج بسكليت اتفضل الالماني الالماني اللي هو اسمه ايه بقى؟ ما اقوله انتوا بقى بسكليت هيرزوج بسكليت ان شاء الله على اساس ان بسكليت جاي من بسكليت طبعا انا حطيت بسكليت دي فخ وحطيت برضو بايسكل دي فخ وهو الايطالي ليوناردو دافنشي اذا اصبحت بدون ربنا يسامحك يا كابتن ما هو اخدها برضو انا اخدتها انا شربتها بس ما خسرش الوقت ما عشان كده انا بجاوب الاول انا اللي بخسر يعني في بايسكل وفي بسكليت ايوه انا قلتها فرنساوي كابتن مدحت طمعني بالفرنساوي لو قلت سؤال بعد كده كررته في حلقه ثانيه هقول مثلا ايه السيد ديفيد جادون او علي بدام او رفرف او رفرف او جنزير طيب او 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 ريتشارد بلف طيب بقينا كده لا شيء أربعة حسدت اللي انت حسدت اصل انت قلت في الاول وانت قلت هتحسد انت في الاول قلت لعبت اربع مرات وكسبت المرات قلت لك مش عايز اقول انت اللي قلت مش عايز اقول بس انا الغلطان لا كابتن خصم تقيل يا كابتن انت خصم تقيل طبعا طيب
اللي جاي اغنيه، انتوا عارفين القصه، هنوقف الكلمه، هنسكت كلمه، اللي يعرفها واحنا بنغني يدور. يلا. كان حبك شمع في وعيني، تنهيدي تيرارا وطفاها دمعه، هقول تنهيدي وتنهيدي. برافو عليك، انت فنان جامد قوي، فنان طلع فنان يا كابتن في الاخر. سمع. جميل، بقينا 4-1. السؤال اللي جاي في قوة الملاحظة. هنعرض لكم لقطة من مباراة، ركز في كل حاجة فيه. تمام. طيب السؤال اللي هقوله دلوقتي ده ما حدش يدوس، بس تجاوبوني كده بس، مين اللي عمل اسيست لحسام حسن؟ صلاح محسن تقريبا؟ لا هو محمد محمود. محمد محمود. هو محمد محمود. محمود اللي عمل الجامب عملها بدماغه، نزلت مع حمدي فتحي كان مشترك معاه، وجات لحسام حسن خدها بدماغه والثاني. اخذ على صدره وبعدين زقها بدماغه، ده مش السؤال. ماشي. انا عارف ان ده مش السؤال. بالظبط كده. جهزوا ايديكم. ماشي. محمد محمود اللي عملها براسه لحسام حسن. طبعا انا جايب الهدف ده يا جماعه، ان الاسبوع اللي فات جبت هدف زيزو. ايوه. في الاهلي، فانا النهارده جايب هدف حسام حسن في الزمالك. محمد محمود التيشيرت بتاعه رقم كام؟ 22. 22 المزجو طبعا. برافو عليك. لسه ما صحيناش. نتيجه جامده قوي. لا التيشيرت رقم معروفه. 22 او حاجه ثانيه معروف طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. يبقى 5-1. نستنى كابتن بقى واحده ثانيه عشان يبقى 6. انت اللي حسبت لك كابتن. واحد ثانيه عشان يبقى 6-1. لا انت اللي حسبت لك. انا اللي حسبتك. فعلا انا اللي حسبتك. كنت سكت بصراحه. انت قلت مش عايز اقول. انا غلطتي فعلا، انا اسف والله معلش. طيب اذا فاز كابتن احمد ابو مسلم على كابتن احمد مجدي 5-1. نتيجه كبيره قوي. مدحت شلبي النهارده كام يا جماعه؟ الثلاث اجابات اللي انا ضيعتهم النهارده يا كابتن 28. 28 27 22 ميلاديه. يبقى انت كده ده الفوز الرابع ليك من 5. محطوطين يا كابتن في اتعادل اتعادل معاك في عدد المرات الفوز. جميل. ده كابتن الرابع في دلوقتي البطولات عندي. الرابع في دلوقتي. انا حاططها. حاطط الثلاثه هناك دي الرابعه. مع 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 بطولات. مع الثلاث تانيين. طبعا مع ميداليات وتيشيرتات. كابتن احمد مجدي شرفت ونورت. شرف ليا. اشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد ابو مسلم شرفت ربنا يخليك يا جنرال. طبعا مبسوط بحضرتك طبعا مع مجدي. اشكرك شكرا جزيلا. شوف حضراتكم الثلاثاء القادم بمشيئة الرحمن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.